الغرابة ستبدأ من درع 100 مليون. السلام عليكم اصدقائي، معكم عبد الحكيم ومرحبا بكم في مقطع جديد. اليوم ان شاء الله ساعرض عليكم اغرب دروع اليوتيوب. انا شخصيا رايت 4 دروع، درع درع ال 100,000 مشترك والمليون والعشرة مليون والخمسون مليون مشترك الخاص بالبيديو باي، اشهر يوتيوبر في العالم اصدقائي. لكن لم ارى الكثير من الدروع التي سترونها معي في هذه الحلقه. استغربت كثيرا، هل هذه الدروع فعلا موجوده؟ تخيلوا ان كانت موجوده فعلا، ماذا سيحصل؟ والدروع يلزمها الكثير من المشتركين. لذلك اصدقائي ادعموا هذا المقطع بالضغط على زر اللايك لكي نستمر ان شاء الله في طرح مقاطع غريبه وجميله ان شاء الله في القناه. وطبعا لا تنسى الاشتراك ان كنت شخص جديد. فدعونا نشاهد المقطع لكي نتعرف على اغرب دروع اليوتيوب اصدقائي. مشاهدي قناه لمحه معرفه الكرام، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل كنتم من هؤلاء الاشخاص الشغوفين الذين يتساءلون كم اكيد انا شغوف الدروع الموجوده لدى يوتيوب؟ اوكي حسنا، انتم سعداء الحظ. اليوم سوف أقدم لكم يا أصدقاء المراحل التي يتطلبها كل درع، وما هي الخصائص والمميزات التي يحظى بها أصحاب كل درع، وكم عدد المتابعين الذي يتوجب عليهم أن يكون لديهم للحصول على درع يوتيوب. هل أنتم مستعدون للتعرف عليها؟ لنبدأ. مرحبا من جديد. عندما يحصل مدون اليوتيوب على هذا الدرع رأيته من قبل، يعني موجود لدي منصة يوتيوب درعها الفضي، وتصبح مهمته التالية أن يحاول الحصول على الدرع التالي، وهو الدرع الذهبي. إن شاء الله بإذن الله نحصل على الدرع الذهبي الذي حصد أكثر من مليون متابع، ويعد أكثر الدروع أهمية، ويصبح الأمر هنا أكثر تعقيدا، بل قد يتطلب سنوات وسنوات. ولكن تبقى هناك احتمالية أن يبلغ المرء المستوى التالي من الدروع، ويسمى الدرع التالي بالدرع الماسي، ويعتبر قلة قليلة من مدوني اليوتيوب الذين حصدوا هذا الدرع، والتي تعد وكأنها الشهرة المطلقة. صحيح، 10 مليون أصدقائي يا حبيبي، 10 مليون والاحترافية. عربي طبعا الامر يستحق بان تحصد 10 ملايين متابع. لا يوجد عربي حصل على هذا الدرع نهائيا. التالي بين دروع يوتيوب المختلفة بدرع الياقوتة الحمراء، وهو نموذج لم يحظى به الكثير وقل ما شاهده الناس. ايه والله صدق، هذا الدرع يعني مخصص لبيديو باي، يعني الشكل الشعار، هذا شعار بيديو باي القديم كان يستخدمه دائما. فصراحة رهيب جدا، لا اعرف كيف سيكون يعني الدرع عندما أصل إلى 50 مليون مشترك. أوكي. لأنه يتطلب من المدون أن يكون لديه 50 مليون متابع، ويشاع أن المدون الذي يحصل عليه يتمتع بقوة خارقة. لحد الساعة يا أصدقائي نحن في الطريق السليم، لكن الغرابة ستبدأ من درع 100 مليون. فتابعوني وأعطوني أذنكم لكي نعرف ماذا سيحصل، واخبروني في التعليقات برأيكم عن الدروع. وكذلك يمنح درع الياقوت الأزرق للمدون اليوتيوب الذي تمكن من حصد أكثر من 100 مليون متابع. وتقول النصوص القديمة أن مدون اليوتيوب الذي يمتلك الدرع يمكنه أن ينعزل عن العالم الخارجي أجمع بسرعة. وتقول الأسطورة أن الدرع التالي الذي يسمى بدرع الزمردة المصنع من قشور التنين. يا حبيبي تمكن من الحصول على 200 مليون متابع. والآن وصلنا لهذا الدرع الوحشي الصارخ الذي يتطلب 400 مليون متابع. وتعد هذه الدروع مصنوعة من مادة الأدمينيوس. الأدمينيوس تارين البحث عن المدونين الذين حصدوا هذا الدرع المميز، خاصة وأنها مصنوعة من مواد خاصة ومميزة للغاية ونادرة. كما يمنح هذا الدرع القيم والنادر الذي يتوجب على المدون أن يكون لديه عدد ما يتجاوز 800 مليون متابع، ويسمى بدرع المادة المضادة. 800 مليون من أكثر المواد ندرة فوق هذا الكوكب. والمدونون القلائل الذين حصدوا هذا الدرع لم يقابلهم أحد شخصيا، ولكنهم معروفون عبر قنواتهم الخاصة فقط. يأتي في المرتبة التالية لهذا الدرع الدرع الأكثر قيمة على الإطلاق، وهو درع يحصل عليه المستخدم عندما يبلغ عدد المتابعين لديه لأكثر من 1 مليار متابع. تصدقون هذه الدرع أصدقائي؟ أن يوتيوب يمكنه من بعض 100 ألف مليون مشترك؟ لا، من الانعزال عن العالم الواقعي بشكل معقد والغير واقعي أيضا. وسوف يتمكن المدون الذي يحقق أكثر من 2 مليار متابع أن يحصل على بعض القوى الاستثنائية التي تمكنه من التحكم في الكواكب معا. التحكم في الكون حيث يصبح لديه القدرة على يا أخي استغفر ربك يا أخي الكون أجمع.
كما أنه يعلي من قدراته الروحية أيضا. لا يا عندما يبلغ الأمر ليحصد الدرع الأكثر ضخامة لا يتحكموا في الكون إلى الله عز وجل، المتابعين يصلوا إلى 4 مليارات متابع. أوه. فقط يمكنه أن يحصد الدرع المسمى بالدرع العالمي، وعندها يصبح المدون قادراً على الإبحار في بعض الكواكب المختلفة حسب ما صرحت به بعض المصادر المقربة. وكما تشيع بعض الأساطير التي يروج لها نوستردامس. أما الدرع التالي وهو ما يسمى بالدرع المتنوع، والذي يتطلب الحصول عليه أن يكون لديك 99.99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 
الله. بعض الأساطير حول وجود أحد الدروع الأكثر قوة في الكون يجمع أوكي. ما صرحت به بعض المصادر الموثوقة ونصوص الميس بوتون التي تحكي عن وجود درع يتجاوز مليار المليار. أي مليار المليار، تخيلوا الدرع لا نهائي. أي شخص حتى بالاطلاع عليه ومرتبط بالعوالم والأكوان المتعددة ويسمى درع ألفا أكيد تحشيش فقط. يتطلب تخريف لا متناهي من المتابعين، وتصبح القوى الخارقة التي يحصدها صاحب هذا الدرع هو قدرته على خلق عوالم جديدة ومتنوعة والتحكم في مصادرها. خلق عوالم جديدة الله يهديك يا حياة كاملة من الصعود. استغفر ربك يا شيخ. وفي الختام أود أن أوجه لكم أننا ننتمي إلى هذا العالم الذي لا ينتهي من الوجود عبر الفيديوهات التي نقدمها لكم أوكي. وتصبح خالدة أيضا، لذا يتحتم على متابعينا هنا أن يكونوا من ذوي القلوب القوية والصادقة. إلى كل هؤلاء المبدعين يمكنكم أيضا أن تشاركونا بالأفكار الأكثر جمحا وقوة حول أكثر الأفكار التطويرية لعالم لا متناهي في اليوتيوب. شكرا لك صديقي، والله بعض الكلام أراه أنا يعني غريب جدا. أخبروني أنتم ما رأيكم بكلام هذا الصديق، يعني صراحة أراه أنه كلام باطل. أول شيء كلام باطل، ويستحيل أن يكون هناك درع لا متناهي. طبعا الفيديو يعني للتحشيش فقط على ما أعتقد، وليس حقيقي 100% يا أصدقائي، لأن هناك دروع يستحيل أن نعرفها من اليوتيوب إلا إن قامت اليوتيوب بالتصريح عنها. مثلا درع بيديوباي، درع 50 مليون، لم يراه أي شخص نهائيا من قبل إلا عند بيديوباي، والشكل مستوحى من شعار قناة بيديوباي وليس يعني شكل عام كدرع المليون مشترك أو العشرة مليون مشترك أو حتى المئة ألف مشترك. فلا أعرف صراحة إلى أين يريد أن يصل أخونا هذا، ودرع التحكم في الكواكب ودرع قشور التنين. يا أخي من سيحضر لنا قشور التنين؟ الخرفت. على أي الفيديو كان ممتع، والله الفيديو كان ممتع بالنسبة لي، وكان نوعا ما غريب، وطبعا يصنف من الغرائب. فإن كنت تراه جيد ومميز وغريب بالنسبة لك، أخبرني أسفل التعليقات كيف رأيت هذا الفيديو، هل أعجبك أو لا. لكن أعتقد أن الأربع دروع الأولى يعني معقولة جدا، أما الباقي من درع الياقوت وما إلى ذلك أراه أنه مبالغ فيه نوعا ما، مبالغ فيه يا صديقي. لذلك فأتمنى أن يكون هذا المقطع قد أعجبكم، وأتمنى أن تكون هذه الغرائب يعني قد جعلتكم تفكرون أكثر هل الأمر حقيقي أو لا. حتى أن العرب صعب جدا أن يصلوا إلى 10 مليون مشترك حاليا، فما بالكم ب 50 مليون مشترك أو 100 مليون مشترك أو 200 أو 400 مليون مشترك. يا أخي شيء مبالغ فيه بشكل رهيب جدا جدا. حي الله من وصل أعتقد إلى 8 مليون مشترك، أعتقد أن نور ستار أو 7 مليون مشترك، أو قربت على 10 مليون مشترك، لا أعرف صراحة، لكن قربت على المليون مشترك، وستكون ربما هي أول شخص يصل إلى 10 مليون مشترك، أول عربي يصل إلى 10 مليون مشترك. فعلى أمل إن شاء الله أن نرى 10 مليون مشترك متوزع على الكثير من اليوتيوبرز العرب. طبعا إن قمتم بدعمهم، دعمكم هو صراحة رهيب جدا، ودعمكم يعني يجعل العرب يتقدمون بشكل رهيب جدا في اليوتيوب. طبعا بتوفيق من عند الله عز وجل، دائما أول شيء التوفيق من عند الله، ثم دعمكم المستمر والرهيب. فادعموني أنا أيضا لأصل إلى المليون مشترك، ثم إلى 10 مليون مشترك، ثم إلى 50 مليون مشترك، 100 مليون مشترك، لا 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 ما لن يا ابن المشتركين. كنت في رعاية الأصدقاء، كان معكم عبد الحكيم، انتظروني في حلقة مقبلة، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.